bravo, bravo, bravo. هي كويسة. أول مرة تعملوا حاجة كويسة من غير ما أبقى واقف على راسكم. البركة بقى في الشيف فاتن. وفيا. بركة يا جامع. تعالى هنا. تتبرطمي تقول إيه؟ ما ببرطمش أقول حاجة يا سيادة السفير. أنا كويسة، كويسة أوي. كويسة أوي؟ في واحدة كويسة ويبقى بوزها كده؟ تعالوا شوفوا. في واحدة كويسة يبقى بوزها قد كده؟ لا. في ابد؟ ما فيش. لا في. وأنا عارف في إيه. تعالوا أقول لك في ودني. عشان محدش يسمع بس. لا لا يا بص لا يا سيادة السفير أنت كده بتحرجني، بص لا. يا ولاد اسمعوني كلكم. الولاد بس يخلصوا الأجازة ويسافروا بالسلامة، وليكوا عليا وعد. هنطلع كلنا رحلة صيد ما حصلتش للبحر الأحمر قبل كده. أيوة بقى. إيه رأيك يا ده على أساس بقى إن أنا زعلانة بس عشان خاطر رحلة الصيد؟ طب وبالنسبة إن حضرتك إمبارح مسكتني هزقتني وطردتني قدام الناس كلها، ده عادي؟ لا وكمان طلعت اللايف من غير، واللي زاد وغطى بقى والجديد إن أنا أدخل على البيج بالليل ألاقي عمر منزل حاجات من غير ما يرجع لي، خلاص؟ فاتن ما بقاش ليها أي لازمة؟ خلاص؟ بوز تاني. طب افك البوز ده ازاي؟ عارفين يا ولاد انا هفك البوز ده ازاي؟ هقول لكم على سر. فاتن من النوع اللي بيتزغزغ من بعيد. لا 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 يا سيدي لا 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 يا تونة يا حبيبتي انا ماليش في الدنيا غيرك، انت دراعي اليمين والشمال، كل حاجه ليا في المطبخ وفي الصفحه وفي كل حته. انا هصالحك على الملأ قدام العالم كله. سعاد اي تعالى هنطلع لايف. يلا. كل سنه وانتم طيبين واحلى هابي نيو يير عليكم وعلى كل حبايبكم. معلش يا جماعه انا اليومين اللي فاتت كنت بايخ حبتين، كان عندي مشاكل، بس انا مؤمن ان اي مشكله في الدنيا بالوقت تتحل، ودايما بقول غدا يوم اخر، فما بالكم غدا ده يبقى اول سنه جديده. كل سنه وانتم طيبين وتفائلوا بالخير تجدوه. انا عندي مشكله واحده، نفسي ادخل السنه الجديده وانا مصالح حبيبتي الكربوزه دي. اقول لكم اصالحها ازاي؟ انا عارف